الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الإخوة في الله، وقع بالأمس قبل غروب الشمس خطف جلل ونبأ عظيم وأمر معاشر الأخيار يجعل صاحب الإيمان متدبرا خائفا راجيا، ما الذي جرى قبل رفع أذان المغرب في يوم الخميس؟ خطب والله جلل يجعل المؤمن يعيد حساباته من جديد. الذي جرى قبل رفع أذان المغرب في يوم الخميس أن أعمال العباد قد رفعت إلى الله رب العالمين، رفعت أعمالنا إلى الله، وليس هذا بأمر جديد ومستغرب عليكم معاشر الأخيار. الأمر معاشر الأخيار الجلل أن بعضنا ممن أدرك هذه الصلاة وممن يشهد لربما له بالخير لم ترتفع أعماله بالأمس وأغلقت أبواب السماء دون عمله، فلما همت الملائكة برفع أعماله من صلاة وصيام وسائر أعمال القرب التي تدنيه من الرب جل وعلا، أمر الملك جل وعلا ملائكته ألا يرفعوا إلى السماء له صرفا ولا يقبلوا منه عملا. ما جريمة هذا المسكين؟ ألم يكن من المصلين؟ بلى والله كان معهم، لم يكن يطعم المسكين، لربما كان بعض ماله عند المساكين، لم يكن من الصائمين، لربما كان في يوم الخميس صائما وفي ليلته قائما. ما جريمة هذا المسكين؟ ودعونا نسميه مسكينا، جريمته بينه وبين مسلم شحناء، بينه وبين مسلم شحناء تجاوزت الحد الشرعي 3 أيام، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فلما أتى يوم الخميس وقبله الاثنين ورفعت الأعمال أغلقت أبواب السماء دون عمله. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. نعم إنه من الصالحين لربما، من القانتين لربما، لكن مضخة رفع الأعمال متعطلة، لكن مضخة رفع الأعمال وهي القلب متعطلة، لا ترفع الأعمال إلى السماء، ورب الأرباب جل وعلا ينظر إلى القلوب قبل أن ينظر إلى العمل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم معاشر الأخيار، مضخة رفع الأعمال متسرطنة بها السرطان الذي أكل حسناته وحلقها وأفناها، وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم، فساد ذات البين، أي مشكلة بينك وبين أخيك
فلا تطرح السلام على أخيك، تتجاوز 3 أيام فلا تطرح السلام عليه، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا تجاوزت 3 أيام تبدأ الحالقة. قال الحبيب: لا أقول تحلق الشعر، إنما تحلق الدين. أرأيتم بالموس إذا أمر على شعر الرأس ماذا يفعل فيه؟ ألا يسقط الشعر؟ هكذا البغضاء إذا مرت على أعمال عبد وغل قلبه وحقد قلبه وتدابر مع إخوانه وتلاحى معهم تبدأ الحالقة بحلق الحسنات. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله كل 2 وخميس. انظر إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا 2. اللهم لا تجعل أحدا منهم معنا إلا 2 بينهما شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. ديننا دين المحبة، لا يكمل الإيمان إيمانك حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وإذا زالت البغضاء عن 3 أيام فهي السرطان الذي يأكل الحسنات. أرأيتم مريض السرطان؟ شفى الله مرضى المسلمين. يا رب أبدل وجعهم فرحا واكفهم بعافية منك عن خلقك. مريض السرطان إذا أعطي الكيماوي العلاج الكيميائي يسقط شعره ويتغير حاله ويسود وجهه. أقسم بجلال الله إن صاحب المرض، مرض البغضاء، مرض الهجر، مرض الحسد، الأمراض القلبية التي تعصف بالدين وتحلق الحسنات، إن صاحب البغضاء أخطر مرضا من مريض السرطان في المستشفى. لأن مريض السرطان يعطى الكيماوي فيسقط شعره، أما صاحبنا المبغض فهو تسقط حسناته وتحلق حسناته. إن من المصائب التي عصفت ببعض المؤمنين وتغيرت حياته وتنمرت نفسه وتصحرت روحه سببها هذا المرض الذي تلون وتقلب في قلبه ولذلك بعض المسلمين انظر إلى وجهه عبوس حزين كئيب، لأن الله وعد من قطع أن يقطعه. بعضنا أيها الأخيار ممن بينه وبين مسلم شحناء وقطيعة وتدابر، رمضان السنة الماضية والله لم يرفع له إلى الآن، وحج البيت الحرام فلم يرتفع حجه، وتقرب بالصالحات ولم ترتفع من كوكب الأرض أعماله. في ليلة النصف من شعبان والحديث حسن، قال: يطلع الله على خلقه قبل دخولهم موسم رمضان فيغفر لهم إلا 2، أعاذني الله وإياكم من مرض قلبيهما. أما أولهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا لمشرك، والثاني ومشاحن، أي في قلبه شحناء على المؤمنين. يا مؤمن، البغضاء عبادة، فالحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، فلا تصرفها للمؤمنين ولا تصرفها لإخوانك. عندك المعتدين من أعداء الدين، أولئك الذين أقاموا مآتم المسلمين ويتموا أطفالهم ورملوا نساءهم، ألا فأخرج البغضاء لهم وسلم إخوانك من البغضاء. أي إيمان بقلب مكتنز بالبغضاء، هاجر للمسلمين قاطع لرحمه، حاسد للمؤمنين على نعم الله التي آتاهم. ومن أخطر ما يصيب القلب
وهو مرض من أمراض البغضاء. أن تقطع بسبب البغضاء رحمك والدك ووالدك ووالدتك، جدك وجدتك وإن علوا، ابنك وابن ابنك وإن نزل، إخوانك وأبناء إخوانك، أخوالك وأبناء أخوالك. احذر أن تأتي البغضاء فتحجب دونك الصلة، فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع، قال الراوي أي قاطع رحم. بل وأعيذكم بالله من ذلك، وأعيذكم بالله من ذلك، بل إن الله رب العالمين من غضبه على قاطع الرحم لعنه جل وعلا من فوق سبع سماوات. ومن لعنه الله فمن يصله، ومن قطع الله فمن يعطيه. قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لماذا يسمعون القرآن ولا يتدبرون ولا يرعون ولا يخافون ولا يصلون؟ قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ مأساة وربي أن يكون العبد يتحدى رب العالمين، الله يأمره بالصلة وهو يرفض، فيأمر الله ملائكته أن يقطعوه. ولذلك الرحم عندما أتت عند الرحمن جل وعلا واستعاذت به واستجارت به، هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ صاحب القطيعة لا بركة في زوجته ولا في ماله ولا في ولده ولا في عمره ولا في وظيفته، سجين في أشق وأضيق سجن على وجه الأرض. أتدري ما هذا هو السجن؟ هو سجن الإنسان في صدره، في القفص الصدري يسجن القاطعين، يسجنون سجنا أليما، يتصاعدون في السماء كأنما يتصاعدون من الضيق، لأن الله سبحانه قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ بل إن الله أخبرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن صاحب القطيعة معذب فوق الأرض. نحن لا نقول لصاحب القطيعة أنه كافر، ولا نكفر صاحب البغضاء. نحن أهل السنة والجماعة نرى، نعتقد أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. لكن ما تسمعون هو الخوف على إخواننا. نعم أيها الأحباب، الخوف عليهم، لأن صاحب القطيعة مقطوع من كل بر، لأنه قطع فأمر الله ملائكته أن يقطعوه، فلا بركة له في كل ما أوتي، مهموم دائم. أما والله لو وصل لوصل، أما والله لو وصل لوصل. ثم أهمس في أذنك أيها المؤمن: إياك أن تقول أرحام الذين قطعت هم السبب، هم الذين تسببوا، هم الذين اعتدوا. أقول: بشرك الله بالخير. إن كانوا يسيئون إليك وتحلم عليهم، يمنعونك وتعطيهم. ثم أهمس في أذنك: يا من زال في قلبك البغض على أرحامك وعلى جيرانك، ما رأيك؟ أعرضك أم عرض محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل عليه عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار وما تعاقب الليل والنهار. تقذف أم المؤمنين، أمي وأمك رضي الله عنها، يقذفها مصطح بن أثاثة
وهو قريب لأبيها أبي بكر رضي الله عنه، وبعد أن منعه العطية وكان ينفق عليه ينزل القرآن وحيا نقرأه، عرض محمد قاذفه يؤمر والد الصديقة وزوجها أن يعفو وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يا مؤمن، إذا لديك رحم يؤذيك فاعلم أن ذلك من أبواب الخير التي فتحت عليك، تصبر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت، وفي رواية قطعت، رحمه وصلها. أفضلنا على الإطلاق، ليس أكثرنا صدقة وليس أكثرنا صيام نافلة، بل أفضلنا هو مخموم القلب. سئل الحبيب عن أفضل الناس فقال: مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه يا رسول الله، فمن مخموم القلب؟ قال: التقي النقي، أي أن قلبه أطهر من ثوبه. جميعنا في يوم الجمعة بحثنا عن أجمل ملابسنا، واغتسلنا وتطيبنا أذاننا، نطبق سنة نبينا. اسمحوا لي أن أقولها: ما أقبح الثوب الأبيض على القلب الأسود. أفضلنا هو مخموم القلب الذي ليس فيه، أي في قلبه، غش ولا غل ولا حسد. هذا هو صاحب القلب المخموم، وهو أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. يا مؤمن، اكظم غيظك، اكظم غيظك، وتعامل مع المؤمنين بالمودة، واعلم أن صبرك عليهم جزاؤه من الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أيها الحبيب، أنت تخطئ، أنت تخطئ وتطلب من الله العفو، فإذا أخطأ الخلق في حقك فاعف عنهم، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. ألا تحب أن يحبك ربك؟ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. معاشر المؤمنين، والله إن من جنة الدنيا أن تعيش فوق الأرض سليم صدر على إخوانك، تكظم غيظك وتعفو عن المسلمين، ومن عفا وأصلح، ومن عفا وأصلح فليس أجره على مخلوق، إنما أجره على الله. ثم أعلم أن من أعظم عطاء الله لأهل الجنة، أتدري ما هو؟ يعطي الله أهل الجنة عطاء لو لم يمنحهم ربهم تلك المنحة لربما ما تلذذوا بالجنة ولا أرائكها ولا حورها ولا قصورها ولا الأنهار ولا المسك، إنما بعد أن وهبهم ربهم تلك العطية أدخلوا الجنة الصدور قبل بناء الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن نبينا محمدا سيد البشر
الشافع المشفع في المحشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، عبادة هي خير من الصلاة النافلة، وخير من الصدقة النافلة، وخير من الصيام النافلة. الله أكبر، عبادة خير من نوافل العبادات، وهي يحبها رب الأرض والسماوات. قال الحبيب: ألا أخبركم بعمل أو بدرجة خير من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين أو إصلاح ذات البين. عبادة يحبها الله أن تهندس تلك القلوب المتنافرة المتباعدة هندسة دقيقة لا يجيدها إلا أولو العزم من المؤمنين. إصلاح القلوب المتباعدة المشاحنة، الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، كما ورد في الحديث الصحيح قال: يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. ألا فلنهدم كل بناء للشيطان من بناء الضغائن والأحزان والآلام. أرحام تقطعت وحقوق ضاعت وعباد تعرضوا للعنة الله وقطعه. أتركهم يخوضون في الغضب والمعصية مساكين والله؟ ألا فلنرحم أولئك؟ ألا فلنطرق عليهم الأبواب؟ ألا فلنحبب إليهم الإصلاح وسلامة الصدور؟ فإن يوم القيامة ناجي يوم القيامة من كان قلبه سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالله الله 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 في أن تفتش في من حولك من أرحام وزملاء وجيران وإخوان، واغسل قلوبهم بماء الإيمان، بل أبيح لك أن تكذب لأجل أن تصلح بينهم، والكذب كبيرة إلا في الإصلاح فإنه قربة وعبادة، كما ورد في الحديث: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. أيها الأخيار، دعوة إلى ألا تغرب شمس يوم الاثنين القادم، لنا موعد مع الله أن ترفع الأعمال إليه. فأطلبك أيها المؤمن ألا يأتي يوم الاثنين إلا وقد رتبت العلائق مع الله، وعفوت لأجل أن يعفو الله، وسألت الله أن يكون جائزتك عنده، كما جاء في الحديث الحسن. ماذا يقول؟ ينادي منادي: اسمع أيها المؤمن، اسمع هذا الحديث طالبا إياك أن تسمع هذا الحديث بقلبك لا بأذنيك. يوم القيامة ينادي مناد، ماذا يقول؟ فليقم من له حق على الله. من الذي له حق على الله؟ قال: فلا يقوم إلا العافين عن الناس. في تلك الساعة تتمنى أن كل أهل الأرض قد عادوا، ثم عفوت لأجل أن يكون جائزتك عند الله. أيها الإخوة، لا بد أن نعمل استعدادا للقلب، أن نعد القلب لرفع الأعمال من الآن. نعم، من الآن. لا يصل رمضان إلا وقد أخرجت الغرناء ومن كنت تخاصمهم، أخرجتهم من قلبك، إنهم السجناء الذين يمنعونك من رفع عملك. بعضنا كما ذكرنا رمضان الماضي ما رفع إلى الآن، والسبب كما قلنا قلبه به غل، أو قطع مسلما أو قطع رحما. أخرج هذه الكبائر، بل أخرج هذه الأكماء، أخرج هذا السرطان، استأصل هذه الأورام، أوقف نزيف الحسنات. من اليوم صالحهم، اصفح عنهم، بل واستغفر لهم، وطهر قلبك، لأنك إذا أقبلت على رمضان بهذا القلب الذي امتلأ
حبا للآثام أو غلا على المؤمنين لربما ما استفدت من رمضان وهو مدرسة يتخرج الناس منها وقد أعتقوا من النار. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قامه كذلك ومن تحرى ليلة القدر كذلك. اللهم سلم صدورنا على المؤمنين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم إنا نشهدك في هذا اليوم المبارك أنا خرجنا من البغضاء وأخرجناها من قلوبنا رغبة في رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عفونا عن خلقك بابا إلى جنات النعيم ومرافقة إمام المرسلين وسيد العافين محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال لأهل مكة انصرفوا انصرفوا فأطلقهم أنتم الطلقاء. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهدى محمد بن عبد الله فقد أمرتم أن تصلوا عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وارض اللهم عن الخلفاء السادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم اكتبنا فيه من عتقائك من النيران يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح من أرام الصلاة أرام الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
السلام عليكم.